بسم الله الرحمن الرحيم. دائما السلسلة ديال اندرويد ستوديو فوالا، والهدف ديالنا هو الاندرويد المغربي، كنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. والهدف ديالنا هو هاد لي ويدجات ولا لي زيليمون باش نقدروا نصايبوا الواجهات او عناصر باش اللي خلق بعض الواجهات في الهواتف النقالة او المعدات الذكية بصفة عامة. ومن بين الاشياء الاساسية هما لي لابيل او لي تكست فيو، تنقولوا لي تاكس فيو ولا تنقولوا لي لابيل. اذا عندنا جوج طرق، يا اما نستعملوا لاسيستون كما قلنا ولا نستعملوا لي الكود، ولكن احسن حاجه هو تيبان لي انا هو الكود، وتقدر ديروا لاسيستون. اذا ناخذ شي مثال، بعد ما بدلنا هاد لونتيت او لي موراسي رولاتيف لايوت، باش تكون عندنا حريه في وضع دوك المعدات اللي خلق الواجهات. اذا غنحاول اما انجليزي، وشوف معايا اما انجليزي وهاد التاكس بوكس، هاد كما قلنا هاد لابيل هذا فوالا، ها هو تكست فيو فوالا. يا اما اذا غنمشي للتكست غنلقاو بانه ديجا حط لينا تكست فيو، ونقدروا نصايبو بالكود. اذا دائما اذا انا وسط الانترفاس ديالي اللي هو عباره عن فيشي اكس ام ال، غنصايبو واحد ليليمون جديد اللي هو سميتو ايديت تكست فيو. اذا دائما تبداو بماجيسكيل تكست فيو، ها هي فوالا. وغايقول لي نقدر نبقى نعطي هاد لي، نقدر نعطي هاد الحويجات فوالا فوالا، نحسب محتوى فوالا. اذا غيتخلق لي واحد تكست فيو. اذا كيما قلنا، يا اما الخواص. اذا المرحله الثانيه من الفيديو، الجزء الثاني من هاد الفيديو، غنشوفو لاسيستون، ولكن نقدر نشوفو حتى بالكود سورس. اذا اهم خاصيه هي تعطي واحد الاي دي. شوف معايا، تعطي واحد الاي دي للتكست فيو، تعطي السميه ديالو باش نقدروا نخدموا بها في الكود جافا. الا ما نخدموا بها الكود جافا، تنديروا في فاند فيو باي اي دي ار ريسورس بوان اي دي بوان سميه. اذا نعطيوها واحد الاي دي ديالنا، وواحد النيم ديالها كما قلنا، ها هي اي دي تساوي. دائما تبداو باروباسك، هات اروباسك بلس اي دي فوالا، هو تيعطي لك هنا، وتتسمي السميه ديالك. كنسميها باغ اكزومبل ال ا. اذا الاسم ديال هاد التكست فيو اللي هو ال ا، ما غيتغير والو، لان عباره عن غيتبدل لنا غير الاسم ديالو. دابا بغينا ناخذ التكست اللي غيتكتب لنا، حك شنو هي التكست فيو. هو عباره عن لابيل، غير شي حاجه كتابه تتكتب في ديك الواجهه. اذا نعطيو التكست ديالها اندرويد فوالا دو بوان تكست، شنو هو الكتابه ديالها. اذا نحاولوا نكتبوا شي حاجه بالعربيه مثلا، السلام عليكم بار اكزومبل فوالا. اذا لاحظتي بان تبدل لينا هنا الكتابه هنا، اذا باقا صغيره، اذا نقدروا نبدلوا ليها السايز ديالها او السمك ديالها. استسمح، اذا نرجع ثاني للفرنسيه فوالا اندرويد، ما تبدلات والو. اذا اندرويد تك تنديرو تك سايز، اذا اندرويد دو بوان تكس هاد المرة سايز، تك سايز ونطلعو شي 40 دابا باغ اكزومبل. قياس، اذا وحدات القياس غنشوفوهم اما بيكسل ولا دابا ولا ام. اذا هذا درس اخر. وبالنسبة للايوت غيكون عندنا درس خاص بلايوت. شوف معايا، لايوت كاين لينير لايوت، رولاتيف لايوت، وكاين اوريزونتال فيرتيكال، كاين لي طابل اكسترا. اذا نشوفوا درس خاص بلي لايوت، درس خاص بلي ويدجت ان شاء الله، الايماج فيو، لي بوتون، لي تيب ديالهم، لي تاكس اكسترا. فوالا، شو الناس بدلات لي هنا السايز زيرو. غنجيو لهنا ثاني، شوف معايا هاد التاكس فيو، ناخد شي كولور، نعطيها شي كولور. اذا لاحظتي بان غنصايب واحد الكولور خاص اللي تعجبني، ها تمشي هنا فوالا. اذا عندي الفيشي اللي سميتو كولور، جو ريبيت للتذكير، هذا الفيشي كولور فيه لائحه الالوان اللي التي اريد ان اشتغل عليها. اذا يكفي انني نصايبو، نقدر نصايبو روسوس، هاكا روسوس نسد فوالا، يعني من لي روسوس، وفيه لي كولور، وفيه لي كولور ديالنا اللي غيكون ها هو تيقول كولور فوالا. كولور غنسمي شي لون مثلا غوج باغ اكزومبل، واحد غوج فوالا. نسد ولا فالور ديالو، اذا لا فالور ديالو نشوف هذيك 4 الافات 4 الزروات
فوالا اذا لاحظتي هنا عندي هذا الروج هذا الحافظ الاسم ديالو. اذا الا ما كنتيش حافظ هذه الماري هذو لبعض الالوان الاختياريه يمكن لك تشوف تكليكي غير على هذا هنا راه يعطيك بزاف ديال الالوان باش تقدر تخدم مع راسك. فوالا شوف معايا جو ريبيت غنعقب رجع حتى غندير كوبي كولي لهذه ها كونترول سي كونترول سي كونترول في. وانا بغيت واحد اللون اللي يكون مثلا خضر فيغ غنديرها هي فيغ فيغ نحاول نكتب مينيسكول مثلا ماشي مشكل شو غنكليكي على هذا اللون هذا ومشي هذا الفيغ ديالي هذا وغيتبدلو اوتوماتيكمون يجيب لك هذا اللون هذا اللي بغيتي فيغ. فوالا اذا هنا ثاني بغيت واحد اللون اخر مثلا بغيت دابا البلو بغيت الزرق. اذا غنمشي ندير كونترول سي كونترول في نبدل السمية ديالي ها هي بلو البلو اللي بغيتو انا رويال ولا بلو هادي نمشي نكليكي هنا هاكا ونحصل على شي بلو زوين. فوالا فوالا لاحظتي بان تبدل لي الكود بلا ما نحفظ الكود اكزاكت ديسيمال ديال هادي يكفي نحفظ غير هاديك ربعة الافات ربعة الزروات باش يعطيني الغوج ومن تما ننتقل للالوان اللي بغيت. مزيان دابا غنمشيو عند هادي غنبدلو شوف باقي دابا الكتابة بالاسود اذا نبدلو الكولور ديالها باش نبدلو الكولور ديالها نمشيو عند الخواص اندرويد دو بوان تكست كولور للتنبيه وللتذكير بان هاد الكولور هاد لي كولور كاملين هاد الخواص اندرويد اي دي صالحه من جميع المعدات ديال لي زانترفاس غرافيك تكس صالحه اكسترا. اذا ما بقاوش المره الجايه نشوفوا شنو هو ليكسبليكاسيون ديال تكس سايز. تكس سايز هي صالحه لمعظم البوطون ايديت تكس لي زيماج اكسترا ولكن اذا تكس كولور كما قلنا هنا رجعوا تساوي ولا نبدا باش يعطينا ديك اروباسك باش ما يمحلناش. فوالا انا نعطيو على تكست كولور تكست كولور هو تيقول لي لي اللون روج فير اللي صيبتهم اون هادي غنشوف مثلا البلو ناخذ البلو اذا نشوفو هنا بلا تبدل هادي. فوالا اذا اللي بغينا شوف معايا بغيت نبعد هادي نجيبها شي شويه نزل لتحت اذا غنمشي نقلب على يوت مارجين توب باش نبعد على الطوب على الفوق ديال هادي باش تنزل شي شويه هادي. اذا هنا غنشوفوا بعض الخواص ديال المارجين اللي صالحه لكاع لي هذه. اذا غنمشي هنا اندرويد فوالا دو بوان غنمشي عند لايوت شوف معايا مزيان لايوت مارجين توب هات لايوت مارجين توب يعني الابتعاد على الفوق ديال الشاشه. اذا ناخذ شي سيكونت ديالي فوالا نشوف لي فكري ولي. اذا هات هو زاد بواحد القياس ديال هادي. الا بغيت نبعد على اليسار ديالنا يعني اللفت ونبعد على اللفت غنمشي لهنا ونمشي ندير الخواص مثلا اندرويد بعد على اندرويد دو بوان لايوت مارجين. اذا كيما قلنا هنا لايوت مارجين لفت نعطيو شي سكونت دي بي. فوالا نشوف لفي لاحظتي بان زادت لنا واحد شي شويه. اذا هنا الا بغيتي البعد عن اعلى الشاشه سناخذو لايوت مارجين توب لايوت مارجين ليفت بالنسبه لليسار اكسترا. اذا الحمد لله هذا هو بصفه عامه هما بعض الخواص اللي مهمه جدا اي دي بحال قلتي ولو نايم تاكسي الكتابه اندرويد تاكسيس هو حجم الكتابه والقياس ديالو لي كولور ولي لايوت مارجين البعد عن الفوق والبعد عن اليمين اليسار والتحت مثلا. فوالا اذا هادو هما مختلف الخواص. اذا قلنا يا اما تمشي للتاكس يا اما تمشي للديزاين. اذا تخيل غنمشي عند شي تاكس اخرى مثلا هاكا فوالا ونمشي نسيليكسيوني هادي ونمشي نصايب بلاسيستون مثلا. اذا انا مسيليكسيوني هادي نمشي لتحت على التاكس سايز كاين الخواص كاملين هاكا تكس كولور تكس سايز هاتا تكس سايز نمشي ونعطيه مثلا واحد ترونس دي بي. فوالا ثلاثة وأسسنا ترونس دي بي فوالا هي كبرت شوية مثلا نمشي على تكس كولور ولا شي لون هاتا نمشي عند كولور فوالا ولا اندرويد الألوان الخاصة باندرويد مثلا ولا شي لون اخر مثلا بلاك ولا هذا ولا اوكي. اذا هو تبدل لي هنا لا غنمشي عند لايوت مارجين هذا ها هي لايوت نمشي عند مثلا بغيت الخواص لايوت هايت
هنا انا بغيت نمشي عند المارجين لايوس، هاي لايوس مارجين، وتيقول لي واش بغيتي من الفوق اكسترا، بغيت التوب مارجين توب. هنا غندير واحد 80 باش ننزل شويه لتحت، 80 دبي هات هي نزلت لي لتحت. هنا نقدر ندير هنا 100، غندير مثلا 100 وعلى هي نزلت. غادي بغيت مارجين ليفت كما قلنا هنا، تقدر دير مثلا 50 فوالا اكسترا. اذا تقدر اما دير هاد الخواص هادو راهم الحمد لله كامل كامل، ولا تقدر تمشي لاندرويد دو بوان تكون عندك الخواص، ما تنستعملوش كاع الخواص، نستعملو غير بعض الخواص. اذا شكرا على الانتباه ديالكم، والحمد لله حنا درسنا هاد التاكس فيو. المرة الجاية غناخدو بوت ايديت تاكس، يعني فين نقدرو نكتبو لي زانفورماسيون ديالنا. اذا وشكرا على الانتباه ديالكم.